تجسيدا للسنة الحميدة التي دأب عليها المغاربة خصوصا قبل حلول شهر رمضان المبارك من كل عام، وفي إطار التحضيرات الهادفة إلى تهيئة بيوت الرحمن لاستقبال عدد أكبر من المصلين لكي توافدوا على المساجد في هذا الشهر الكريم، شهر الخيرات والمغفرة والبركات، قامت مجموعة من المتطوعين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بكازيرتا بمبادرة جميلة لفعل الخير والتعاون عليه. وتمثلت هذه المبادرة في حملة تنظيف وتعقيم مسجد الكرامة بكازابولا، واللي شملت كل المرافق في احترام تام لمعايير السلامة والوقاية المعمول بها، وذلك باش يكون في أحسن حلة لاستقبال جموع المسلمين الراغبين في أداء صلاة التراويح وسائر العبادات الخاصة بشهر رمضان المعظم. والجدير بالذكر أن شهر رمضان لهذه السنة يأتي في ظروف استثنائية خاصة مع تفشي فيروس كورونا، وكذلك الإجراءات الاحترازية اللي كتفرضها السلطات على المساجد ودور العبادة بإيطاليا.